هذا كشك ماريا الجديد اللي عمر امين بغداد بعاده تاهيله. ماشي تمشي مسافه هيك كلش قريبه. شو تشوف هنا؟ تشوف بسطيه مال ثلاث شباب حبوا يعتمدون على نفسهم يفتحون لهم بسطيه مال عصير. هاي البسطيه شوفوها مهجومه هجمه خوب هاجمينها، ما حد نشر لهم ولا واحد دعا بحقوقهم. ليش؟ لانهم مو مشاهير. بينما ماريا اللي هو هذا الكشك الجديد، ماريا ودت عليها مرة الحلبوسي، التقى بها امين بغداد وما شاء الله اللي قدها مو طبيعي. يعني انا نصيحتي ذولا الشباب ما كان للعصير انه يروحون للمستشفى ينامون على السرير، يحطون لهم كانون ابيدهم هيك كلاوات ما اعرف شلون وينشرون. بركات الله يلتقي بهم امين بغداد، تودع عليها مرة الحلبوسي. يعني الى متى؟ ترى ماريا رجع شغلها وهذا كشكه وخير من الله، والله يرزقها البنيه، بس هل العصير انقطع رزقهم، نجمه بيوتهم ترى. وهسه تلقاهم ماجين احباط مو طبيعي. يعني ايش وقت راح نشوف انه العالم تساوى ببعضها الحقوق تساوى؟